انت انت مين مثلك الاعلى؟ يعني كل واحد بيبقى دايما طبعا في كتير، وانا عارف انت بتعرف تروح بصوتك وبتعرف تقلد كمان ناس كتيره، لكن انت مين المعشوق بتاعك؟ انت مين اللي بتهيم معاه؟ الشيخ طه الفشني. طه الفشني بيجمع بين الاحساس وقوه الصوت. طب تحب تسمعنا حاجه ليه؟ مفيش مشكله. يلا. نسمع يا ايها المختار. يا ايها المختار طبعا. الله، جميله. يا ايها المختار، يا ايها المختار، لمدحه ماذا اقول، لمدحه ماذا أقول، ماذا أقول لمدحه، والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سمى محمد. حاجه بسيطه كده من البتاع. طبعا عليك. هو توشيح طويل فمش أيوة هيخلص لو بدانا. طيب انت بتكتب حاجات برضو ولا معانا في ناس بتكتب لنا حاجات. يعني احنا بدانا الفتره الاخيره برضو في حاجه كده دخلناها، بنعمل اناشيد لتخرج الجامعات. الله. بدانا باول حاجه من واحد الارشاد الديني ولا بشكل هي حاجه برضو يعني بشكل لغه عربيه والكلام ده كله كلام مهذب يعني، بس مش انشاد ديني. ده جميل جدا. تمام؟ جدا. يعني بدانا بكليه طب جامعه الازهر، يعني بنشرح فيها المعاناه اللي هم عانوها والكلام ده كله، وبعد كده بداوا يفرحوا بقى والكلام ده كله، بنجيبها بشكل ايه سرد قصه جميله كده باللغه العربيه. تمام. بدانا بكليه طب جامعه الازهر وبعد كده عملنا جداً. كذا انشوده يعني. طب انتوا كشباب يعني الناس كانت متعوده دايما تسمع كبار المبتهجين المرشدين في الاذاعه المصريه وكده، انتوا بتتحركوا ازاي اليومين دول؟ بتروحوا مثلا السوشيال ميديا اكتر ولا بتروحوا الحفلات الانشاد اكتر؟ وهل مثلا بتروح الاذاعه المصريه مثلا او يعني احكي لي كده شويه. هو ايا كان سواء تلفزيون او اذاعه فهي السوشيال ميديا رقم واحد دلوقتي. اي حد جزيرة. من غير السوشيال ميديا فهو لازم خلاص، هي الفتره اللي جايه خلاص يعني الناس ما بقتش تتفرج حتى على التلفزيون، كل حاجه بتنزل دلوقتي على اليوتيوب بيتفرجوا، بس طبعا عادات المشاهده اتفرجت لانه دليل انه الاذاعه لسه أكيد موجوده بس انا قصدي ان السوشيال ميديا خلاص هي جايه بقوه الفتره اللي جايه، فده الاهتمام الاول بيكون على السوشيال ميديا. Yeah.